بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للسؤال الأول، دائما لا نفرق بين الموضوع وحامله. يعني إيه الموضوع وحامله؟ افترضنا في قول الله عز وجل واغسلوا، في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم الأحياء. فمسألة إلى هناك تأويلان فيها، إما أن تكون إلى معناها النهاية أي غسل اليد إلى المرفق، فيكون نهاية الغسل والمرفق هنا، هذا تأويل. التأويل الثاني أن يكون هذا اللفظ بمعنى مع، كقول الله عز وجل من أنصاري إلى الله. إلى الله قال أهل العلم أي مع الله، وكقولهم في لغة العرب الذود إلى الذود إبل، الذود أي الطائفة، إلى الذود أي الطائفة إبل، أي إبل كثيرة فيها الزكاة. فربنا لو كان عنده شوية جمال حمص وشوية صفر وشوية بيض يعمل فيه في كل نوع لم يبلغ النصاب، لكن لو جمع هؤلاء جميعا لبلغ النصاب. إذن الذود إلى الذود يجمع جميعا ويكون النصاب فيهم جميعا. فالذود إلى بمعنى مع، وفعل الصحابة يدل على قوة هذا الرأي أن إلى بمعنى مع، كفعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأسن والأفضل في غسل اليد أن يكون الغسل مع المرفق. دي مسألة علمية. الذين خالفوا هذا الترجيح في هذه المسألة لا ينبغي أن أقول بأنهم مجرمون وسفهاء وبلهاء وأبدا، ولكن أنت تعرض الرأي وتنتصر له بقوة وتبين وجوه الرأي في هذه المسألة. يمكن أن ينزل الرأي عن ذلك قليلا، يمكن أن ينزل الرأي عن ذلك قليلا. مثل ماذا؟ مثل رأي الأحناف. فرأي الأحناف وضع اليد على اليد وجعل ذلك تحت السرة، يعني الإنسان عندما يصلي فإنه يضع الكف على الكف ويجعل ذلك تحت السرة، مستدلين بذلك بما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالكف ويجعل ذلك تحت السرة. هذا الحديث في إسحاق عبد الرحمن بن إسحاق السويد وفيه كلام، وهذا الحديث متكلم في إسناده. ومعلوم أن التأويل فرع للتصحيح، فلا يجوز التأويل بحديث ضعيف إلا إذا عدم الخبر الصحيح في هذا الباب، فكان ذلك الخبر الضعيف هو أصح ما ورد في هذا الباب. نعم يجوز، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما غلب على لونه وطعمه ورائحته، فهذه زيادة في الخبر الضعيف. وصدر الحديث الماء طهور لا ينجس شيء، هذا هو الصحيح، لكن إلا ما غلب على لونه وطعمه ورائحته زيادة غير صحيحة، ولكن كان العمل بها لأنها أصح ما ورد في الباب وأجمع العلماء على قولها. طيب، قول الأحناف في وضع اليد تحت السرة ده قول، وقاله الأحناف وسدلوا بحديث ضعيف. عندنا جماهير أهل العلم من المتسننين وأصحاب الأثر استدلوا بحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على كف ورزغ وساعد يده اليسرى يجعلها على صدره. حديث وائل بن حجر في السنن
وإسناده أشد نورا من نور الصحابة. إذا فأي القولين أصح؟ قول هذا أم ذاك؟ مما لا شك أننا نقول بأن هذا القول أصح، لأن الحديث فيه أقوى، وأن مذهب الأحناف فيه ضعيف، ولكن لا نهمز ولا نلمز، نشتمش. إذا نحن نعالج القضايا دائما بطريقة موضوعية، لا سيما إذا كانت القضايا متعلقة بالمنهج. المنهج ليس ملكا لأحد، ولكنه إرث نحن مستأمنون عليه. دي مسألة مهمة جدا. نحن عندما بدأنا السلم بالضبط من سنة 73. أين سليم؟ بدأنا السلم من سنة 73. صاحب السؤال والذي 73 يعني منذ كم سنة؟ كم سنة؟ حوالي أكثر من 35 سنة، ونحن نسير في هذا السلم، نسير في هذا السلم. وهذا السلم لم يكن من تأليفنا، التوحيد والاتباع والتزكية، العلم والعمل والدعوة والصبر ونفع المسلمين، هذه كلها أمور تربينا عليها وربينا تلاميذنا عليها. وقيد الله تعالى في واقعنا متغيرات كثيرة وأفكار كثيرة، أفكار كثيرة ومتغيرات كثيرة، توقف وتدين وعزلة شعورية وعزلة شعورية والتكفير وهجرة وجماعة المسلمين وأحداث السفارة وأحداث الفنية العسكرية، وبعد كده أحدث المنصة، وقبل كده أحدث شبرا، وقبل كده أحدث بولاء، وبعد كده وقبل كده الزاوية الحمراء، وبعد كده أحداث الصعيد والاعتقاد، حاجات مواويل. وفي أثناء ذلك كان هناك برلمانات وانتخابات لم يخوضها إلا الإخوان، وكنا دائما ننكر عليهم، كنا دائما ننكر عليهم، وكان الإنكار مبنيا على أساس. هذا الأساس هو أن الدستور القائم هذا الدستور ليس دستورا إسلاميا، وعليه نحن نرفض هذا الأمر وهذه الصورة، ونرى أن هناك طريقان لا يمكن أن نعتمدهما: طريق المواجهات العسكرية لا نعتمده، وطريق الانتخابات البرلمانية لا نعتمده. الذي نعتمده هو طريق العلم والتربية والتزكية ونفع المسلمين، إلى أن تتغير الأمة وتكون متهيئة لحمل رسالة، وعندها يكون الخطوة التالية التي لم نصرح بها إلى الآن ولن نصرح بها هي إيه؟ مش هنتكلم في هذا الوقت، وإخوان المشايخ مش هنتكلم في هذا الوقت. يبقى هذا الأمر كان موجودا عندما حدثت الأحداث، ودي مسألة مهمة. إن الأخ بيقول إن المشايخ لم يوافقوك، لا، هناك كثير من المشايخ يوافقوني سرا وعلنا، وليست الموافقة أو المخالفة معيارا الحق أو الباطل. الكلام ده كلام عجيب، يعني في أحداث الدينار العراقي، فاكرين الدينار العراقي؟ الدينار العراقي لما سقطت العراق قالوا بأن الدينار العراقي ده سيعود إلى سالف مجد. مثلا الدينار العراقي كان ب3 دولارات، لما سقطت العراق كان المليون دينار عراقي ب1000 جنيه. الناس بعت السيغة والعربيات والغطام والبداع واشترت ايه؟ دينار عراقي. كل المشايخ قالوا ان هذا جائز، هذا جائز، لان اختلفت الاعيان، فطالما اختلفت الاعيان جاز البيع والشراء. هذا شرعيا صواب، ولكن عندما، ودي مسألة مهمة جدا، ان تكون قارئا في الاقتصاد وان تكون قارئا في التكتيك والاستراتيجية سواء الإقليمية أو العالمية، ودي أمر لله الحمد والمنة
يعني محدثكم هذا له دراسات في مجال الاقتصاد الإسلامي، مش مسائل بس الأصول والتفسير والعقيدة، دراسات في الاقتصاد ودراسات في الاستراتيجية دي موجود عشان الناس ما يقولكش انت متقوقع. هاتي بأقوى سياسي في مصر وأستطيع أن أنازله بطريقة جيدة وحسنة تماما دون إسفاف ولا خروج على النص كما يقولون. أنا أحدث يعني ربنا وفقنا وعددت دراسة استراتيجية اقتصادية انتهيت فيها إلى حرمة شراء دينار العراق، حرمة شراء الدينار العراق. كثير مشايخ قالوا إزاي حرمة ليه؟ قلت لهم أعتقد لأن المقصود من هذه المسألة دعم الدولار نمرة 2، ضرب العملة المصرية نمرة 3، تدمير المخزون الاستراتيجي المحلي لدى المصريين، وبالتالي لا يجوز هذا البيع. وبعد قليل أمريكا لن تعتمد الدينار العراقي فتصير هذه الملايين كقشر البصل. لا أنسى هذه الكلمة، هيبقى عندكم قشر البصل. ومحاضراتي موجودة، محاضراتي موجودة. إيه اللي حصل بعد كده؟ قلوبي، ما الذي حدث بعد ذلك؟ الفقير الذي تفرد بهذه الفتوى أثبت الواقع بإذن الله وفضله وحوله أن هذا هو الحق. هناك ناس إلى الآن عندها أكثر من 100 مليون دينار عراقي، شوية حطناها تحت البتاع بتقلوا بها المراتب، ما عادش لها لازمة ولا إيه. باع صيغة امرأته وباع الشقة بتاعته وأصبح لا يملك شيئا. منذ متى؟ والحق يقاس بالأكثر والأقل، ده كلام غير دقيق. عندنا في الأصول لو أن أهل العلم اجتمعوا على قول وخالفهم العالم الثقة لكانت مخالفة العالم هذه ناقضا لهذا الإجماع. شو حتى درجتين؟ نحن الآن لسنا في مجال الرواية عشان تقول مخالفة الواحد للجماعة يكون هذا شذوذ، لا، نحن لسنا في مجال الرواية ولكن نحن في مجال الاستنباط. ولذلك الشيخ الألباني عندما تفرد في بعض الاجتهادات واتهم بالشذوذ انبرى تلمذة الشيخ الألباني للدفاع عنه وقال ليس هذا شذوذا بل هذا اجتهاد في موضوع فقهي، فما بالك إذا كان الأمر متعلقا بمنهج. مثال آخر، عندما قام حزب الله بالمناورات والمغامرات في جنوب لبنان ماذا كان رأي المشايخ؟ إخوان المشايخ وجلسنا وتناقشنا، منهم من قال بأن هذه حرب حقيقية وندعو لهم بالنصر، منهم من قال بأن حالهم كحال الروم واليهود حالهم كحال الفرس فانتصارهم يفرحنا كفرحنا بانتصار الروم على الفرس، بل إن بعض إخواني غفر الله لي ولهم دعا لحسن نصر لا نصره الله بالاسم، والخطب موجودة والدروس موجودة والمقالات موجودة. ومعظم المشايخ قالوا لي إن كلامك يا دكتور أحمد كلام شديد في مسألة حزب الله ويجب أن تراجع كلامك، ولم أتراجع ولا خطوة إلى الوراء لأن هذا الكلام مبني على قراءة دقيقة للتاريخ، قراءة دقيقة للواقع، فكر استراتيجي، رؤية مستقبلية، أدلة شرعية، أطرد كله لكلام غير. لا يجوز للعالم أن يترك اجتهاده لاجتهاد أحد، لا يجوز. أنا شرعا ما بغيش أترك اجتهاد لاجتهاد حد، فإذا قام الحق أمامي واجتهدت في هذا الاجتهاد لم يجوز لي أن أترك الحق الذي أراه، لا سيما أن هذا الحق والمنهج الذي اعتقدناه عشرات السنين وورثناه عبر القرون. كيف؟ فهذه هي نفس الرجل الذي قال هذه الفتاوى هو نفس الرجل. نأتي إلى مسألة، أخ يقول لا مسألة
أول من تكلم في مصر كلها من اتجاه السلف بإمكانية إنشاء حزب هو الفقير إلى الله. كلام ده في شهر 2 في مؤتمر في المنصورة. وقبل ذلك كان الكلام ده يوم الخميس قبل يوم الجمعة يوم 27 يوم 27 واحد كنت في مجلس مع بعض إخواني في الدعوة فقلت لهم يمكن أن نفكر في ذلك الأمر. نعم، لكن ما الذي تغير؟ قلت بالنص بأن الواقع صفحة بيضاء نريد أن نكتبها بأنفسنا. لو حد فيكم حضر المؤتمر ده قلت نفس الجملة دي، قلت الواقع صفحة بيضاء نريد أن نكتبها بأنفسنا. عندما تبين أن الواقع ليس صفحة بيضاء ولكن نجاسة الماضي لا زالت موجودة وأن القوانين الفاسدة لا زالت موجودة بل إن الواقع صار أشد فسادا من الماضي. قانون الأحزاب تم تغييره عن طريق المجلس العسكري في شهر 3 في آخر 3 وبدل ما يكون شريطة ألا يكون ذلك الحزب مخالفا لمبادئ الشريعة صار ألا يكون مخالفا للديمقراطية والمواطنة. وقبلنا بالأحزاب وترتب عليه القبول بالنصارى والنساء كان لابد من وقف عظما لله عز وجل وحياطة لذلك المنهج الذي نحمله. نحن دعوتنا سلفية ونعتز بها ويأغلى عندنا من آبائنا وأمهاتنا. ولو نعلم أن عز هذه الدعوة السلفية المباركة أن نذبح تذبيحا لقبلنا ذلك الأمر. نحن قبلنا السجن وعد 80 وطهدنا اضطهادا شديدا وفعل بنا ما فعل ونحن صابرون على المنهج. فلا ينبغي أن نحيد عنه أبدا. هذه القصة عباد الله. طبعا أنا متواصل مع إخوان المشايخ ولي معهم لقاءات وزيارات ومع هذه الانتقادات الشديدة إلا أننا بيننا صلة شخصية ومودة عظيمة جدا. سبحان الله على عكس ما تتصورون أو تتخيلون. فأنا أفرق بين الموضوع وبين حامله. أنا أقول أن هذه الحزبية البغيضة ابتعاد عن المنهج السلفي وترك للمنهج وإزهاق للمنهج وصرف عن المنهج وضعضعة للمنهج. ومع ذلك أنا لا أتهم أحدا. أنا أتكلم في موضوع لم أذكر أسماء أحد لا في بلاد ولا أشخاص وهذا ليس بالكلام. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا إن شاء الله. هل الخلاف سائغ؟ نعم. لا غير سائغ. نعم. الخلاف في مسألة الحزب هذا غير سائغ. الشعار السياسي. عندي مسألة الحزب السلفي غير سائغ الخلاف فيه لأن هذا طرق للمنهج. أي طرق؟ أي طرق؟ نعم. أنا أسأل أي طرق؟ هل طرق الدعوة في بفضل الله سبحانه وتعالى المشايخ قائمين على الدعوة؟ كم يعرفك يا رجل؟ كم يعرفك؟ عشان كنت بتحضر في المنصورة؟ عندما يترك الدعاة حصن الدعوة الحصين الذي به أعزنا الله لينزل في درك المشاركة فهذه خطيرة. ده لو ترى وإلا بفضل الله سبحانه وتعالى المشايخ قائمين على ثغر الدعم. ده أول حاجة. ثاني حاجة حضرتك بتقول أنا لم أهمز ولم ألمس في الدرس الذين يريدون الدنيا ملكا ومالا إلى آخره. ثالث نقطة إن مسألة يا إما الشريعة كلها نتركها يا إما الشريعة كلها تحكم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا ينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا وجد النور الثاني. الحل الوقت ايه؟ يا اما هننزل الثغور زي ما حضرتك بتقول وننزل السكنات بتاعتنا ونترك المجال للعمانيين والليبراليين ونسن الدستور بتاعنا دستور يخالف الشرع دستور يخالف الدين يا اما ان احنا نزاحم الامر دوت والا هننقض ميزان المصلحه والمفسده. يعني هل ميزان المصلحه والمفسده انتهى ولا لسه قائم اللي هو ارتكاب كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لا يكون الرجل عالما
حتى يعلم خير الخيرين وشر الشرين. هل المسألة دي انتفت وما عادش فيه مصلحة ومفسدة ولا خير الخيرين ولا شر الشرين، ولا الأمر ده لازم مستمر؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر أخي الحبيب، طبعا عندما أتكلم معك فهذا تشريف لك ولي، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قل بلى. قل بلى. تمام. الأمر الثاني، يظهر أنك لا تقرأ الواقع جيدا، لأنك لو تتابع الواقع وأخبار الواقع وتعرف الدوائر الانتخابية ومن رشح فيها لم يجوز أن تقول لك هذا الكلام، لم تجوز، لأنك بكلامك أنك لا تقرأ شيئاً ولا تطلع على الواقع المرير للأسف الذي نعيش فيه، فرجاء اقرأ واعرف. أنا بسأل. بقولك اقرأ واعرف من الذي رشح مثلاً في الجيزة، من الذي رشح هنا، من الذي رشح مثلاً في القاهرة، حتى تعرف أن الذين رشحوا هم مشايخ الدعوة. بعض المشايخ وليس كل المشايخ. لا لازم. أنا سبت الكلام. فللأسف الشديد أن الذين رشحوا في الدوائر ويوصف من ترشيحهم المنافسة والمزاحمة هم المشايخ، سواء في هنا أو هناك أو هناك في ذلك الأماكن، ماشي الحال؟ نأتي بعد ذلك إلى هذه الفزاعة، مسألة المزاحمة. هناك قاعدة، هذه القاعدة هي أنه إذا أمكن دفع المفسدة من غير مفسدة لم يجد دفعها بمفسدة، ودي برضه من الحاجات الدقيقة التي ذكرها علماء قواعد الفقه. إذا أمكن دفع المفسدة من غير مفسدة لم يمكن دفعها بمفسدة. يعني مثلا لو أن هناك إنسانا يكاد أن يموت من شدة العطش، أمامه كوب من الخمر وأمامه زلطة عليها ندى مية، يعمل إيه؟ ندى المية يعني الحسد هيبل ريقه بس ممكن يمشي. يا ترى يبل ريقه يمشي ولا يشرب الخمر؟ لو شرب الخمر لكان آثما. متى يشرب الخمر؟ إذا لم يجد أي سبيل. إذا لم يجد أي سبيل. وهنا عندنا سبيلان، سبيل داخلي في دعوتنا وسبيل خارجي خارج دعوتنا. السبيل الداخلي لمزاحمة العلمانيين أن لا نبرح دعوتنا، ألا نبرح دعوتنا فيها العلم والعمل والدعوة والحركة والاتساع، دعوتنا دعوة مباركة لا تعرف القوقعة، بدليل ان كلكم التزمتم في الضغوط الامنيه. انت كنت بتحضر في المنصور ودرسي كان فقه وشريعه بس؟ ابدا. انا اتكلم في السياسه وفي الاقتصاد وفي التاريخ وفي الجغرافيا والاستراتيجيه وفي التخطيط وفي التجاره، كانت في كل شيء. ماشي؟ فحقيقه دعوتنا هي مزاحمه العلمانيين، والمزاحمه الفكريه والعلميه اخطر من اي مزاحمه. طيب في مزاحمة تانية وهي مزاحمة الفصائل الإسلامية الأخرى لهؤلاء الناس. هناك فصيل إسلامي، هذا الفصيل بقاله 70 سنة بزاحم العلمانيين، 70 سنة اتخلعت أسنانهم وكل سنة بيعتقلهم 3-4 مرات. حضرتك بتعين مع أهلك، هو بيعين لك مزاحمة كل عيد، اشتراك موسمي، فابو زحمة مرة، فطور مرة. هؤلاء الناس كنا ننكر عليهم، يقولوا لنا يا اخواننا احنا بنزاحم العلمانيين، نقول لهم برضك مش داخلين معانا ولا مش هتكلم معانا، ساعدونا ان احنا مش مساعدين. المهم الناس دول لهم خبرة ولهم ثقل ولهم نظام ولهم تصور، اذا اردت ان تزاحم اتركهم فليزاحموا واجعل صوتك معهم، وكن أنت كما أنت، كن كما أنت كما أنت. أولا هم أفضل من العلمانيين. إذا عرضنا، لو سمحت يا أخي أنا أتكلم معك، لا يتكلم أحد. هؤلاء القوم هم أقرب إلينا من العلمانيين، وكما قلت بأن نعل الواحد منهم بأمة من العلمانيين.
فإذا كنت بالفعل مخلصا في كلامك، صادقا في أقوالك، وتريد بالفعل مزاحمة العلمانيين، اتركهم فليزاحموا العلمانيين وساعدهم، وكن كما أنت في العلم والدعوة، اعمل جمعيات خيرية، اعمل قوافل، اعمل مشروعات تنموية، اعمل كذا، اعمل اشتغل وتمدد، واتركهم في بابهم. خلال 5، 6، 7، 10 سنين يبقى عندك قواعد جبارة. في هذا الحال يمكن أن تغير تغييرا جذريا رهيبا، والأمور مواتية. لكن دلوقتي إيه اللي بيحصل؟ حصل في هناك مخالفات كثيرة، وقبلنا المخالفات بالتأويلات، وصرنا نقول نفس كلام الإخوان بالضبط. الإخوان السنة اللي فاتت في المنصورة كان بيوزعوا علينا الورقة اللي فيها فتوى ابن عثيمين وابن باز وابن ناصر السعدي، كل الكلام ده كله، وكلام الشيخ عبد الخالق عبد الرحمن عبد الخالق، وكلام الأشقر، كان بيجيبوه يوزعوا علينا، يقول لهم جدوا سلفيين ومش هتقدروا تساعدونا، وبتقولوا الكلام ده ما فيش فيه مصلحة. واللي احنا كنا فريقين، ناس بيقولوا حرام فصل الأصل، وناس بيقولوا لا، المسألة متعلقة بالمصالح ولا مصلحة في المشاركات. لكن بننتهي الى ما قال واحد، عدم المشاركه. فكان بيجيبوا لنا كلام العلماء، نقول لهم ان هذا الكلام له سياقات، وهذا الكلام لا ينطبق حضاريا ولا ثقافيا ولا عمليا على سياقنا ولا واقعنا، وكنا بنجاهدهم في هذا الامر. اللي حصل اصبحنا احنا بنقول نجيب نفس الكلام، وبدأنا نستدعي كلام بعض المتقدمين كابن عبد السلام والإمام ابن تيمية في بعض الأمور العامة المطلقة لنسقط على واقعنا. أقول هذا اجتهاد يضعضع. كن كما أنت، عاوز يزاحم ربنا يبارك فيك، شوف الناس اللي يزاحموا ساعدهم، شوف أقرب الناس للإسلام ساعدهم. لو أنت عاوز يزاحم، عاوز يكون على الأصل بتاعك، دي اجتهاد مصر كلها خير وبركة. عاوز تزاحم، زاحم عن طريق الذين لهم السبق ولهم الاجتهاد ولهم الخبرة. احنا عندما زاحمنا الناس دول في المقابلات، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اجيبني. انا عايز اسال سؤال، هل الانكار كده يبقى الانكار كده ساقط على السلفيين فقط وليس المسألة شرعية؟ يعني لو مع الاخوان يجوز، لو السلفيين. انا قلت تنزلا، الأصل أن تكون كما أنت، كما أنت. العلمانيون، العلمانيون في بلدنا، في بلدنا لن يفعلوا أكثر مما فعل، هيعملوا أكثر من كده، هيعملوا إيه؟ وإطمن إن بعض الناس يقول دولة مدنية لها مرجعية شرعية. لا. إيه؟ يقول لا. بتقول مين يقول لا؟ انتوا اللي هو مين؟ حزب النور مثلا بيقول لا. لا، حزب النور لا اتكلم عن احزاب بعينها، ولكن كلامي كلام عام، ينبغي لمن تشرف بالدعوه السلفيه ان يكون في مكانه وان يحمل هم الامه. اجتهد ان كان عندك جهد، اجتهد في مجال التعليم، في مجال الطب، اجتهد في رفع الجهاله عن الناس، في دفع الاميه، في مساعدة المساكين والأرامل واليتامى. أن أختم كلامي هنا بقصة طريفة قلتها من قبل. قصة دي حكاها لنا الدكتور أحمد آدم. الدكتور أحمد آدم هذا من تلاميذ الشيخ الشنقيطي، هو أعلى مني بدرجة، أنا مشايخي تلاميذ الشيخ الشنقيطي، يعني أبو سهيل كان تلميذ الشنقيطي وتلميذ خصيص به. قال أتى بعض السودانيين للشيخ أبو بكر الجزائري، وكان عنده الشيخ سيد سابق، وقال لهم إحنا عاوزينكم تزورونا في السودان في رحلة دعوية. الشيخ سيد سابق والشيخ أبو بكر الجزائري قال لهم ليس هناك بأس، ولكن اختاروا قرية بعيدة عن الخرطوم والجهل بها فاضح. اختاروا قرية بينها وبين الخرطوم 300 كيلو. عدوا خيمة كبيرة جدا، جمعوا أهل القرية عدة آلاف، وأثناء ما الشيخ بيتكلم جت دراجة هوائية
والناس سمعوا الجرس بتاعها. عارفين الجرس بتاع العجلة؟ أول ما الناس سمعت جرس العجلة دوروا الجرس، جيبوا سابوا الخيمة دي والمشايخ بيتكلموا وجيبوا. تصوروا لو أنا بتكلم معاكم كلكم جريتوا من الباب. الأمر ده مدهش ولا طبيعي؟ مدهش. إذا أكيد حاجة كبيرة جدا. قل لي يا ترى الناس جرت ليه؟ خبرني الناس جرت ليه؟ نعم؟ طيب أدي الوجه الثاني. عاوزين نلعبوا؟ يا راجل طيب. لا هقول لك أنا، هقول لكم الناس جرت ليه يا أحباب؟ الناس جرت الراجل ده راجل أستاذ في كلية الطب. راكب العجلة ده بيصفر بالعجلة أو بيعمل جرس بالعجلة ده أستاذ في كلية الطب في السويد. إذا هو من أصحاب العيون الزرقاء أو الخضراء. جاي هذه القرية النائية البعيدة يكشف على الناس اللي عنده ارتشاح، اللي عنده ورم في رجله الشمال، اللي عنده خراج في رجله اليمين، اللي ودنه بتوجعه، اللي عنده مرض جلدي، اللي عنده مرض في دماغه. كل واحد يعرف المرض بتاعه في اسمه ومرضه، يروح الخرطوم ويجيب العلاج. ويجيب الايه؟ العلاج. اذا عنده اكياس كل كيس صغير فيه العلاج وعليه الاسم، ويشترط على الناس اذا اتوا لاخذ العلاج ان ياتي الرجل باسرته. يجي الرجل بايه؟ بالاسره بتاعته. شوف الشغل عامل ازاي؟ ياتي الرجل باسرته. ياتي من الخرطوم على الدراجه. ليه؟ ممكن يركب سياره. عارف ليه؟ فكر معايا. انا في جيبي لو كان في جيبي بونبوني كنت وزعته عليك. شوف كده. ولو حتى اللي هيقول غلط يدفع جنيه. ياخد جنيه. ايه؟ الله المستعان. اتفضل. اتفضل. ايه؟ سواب ايه تهوب ونصارى دي من 60 في 70 3 ريش ولا 4 ريش؟ طيب انا اقول لكم بقى، صلوا على النبي وزيدوا النبي صلوا. هو بيعمل الكلام ده لان ما بين الخرطوم وهذه القريه قرى ثانيه، فبيمر على القرى الثانيه. اذا ماشي بخط سير هيمر على 5 7 قرى، في كل قريه بيركن فيها ويقف فيها شويه. إذا آخر خط القرية دي. فالناس جميعا أمامهم العلماء والمشايخ بكلام في الدين سابوهم وذهبوا لهذا الصليبي الحقير الذي يأتيهم بالدواء والعلاج. فهمت القصة دي؟ إذا حاجة الناس إلى من يعينهم في أمور حياتهم مهمة جدا. الشعب بتاعنا شعب صبور بس في فقر شديد. ممكن تجد ناس موظفين ونجم وحرفيين بس عايشين بالسبب. لو استطعنا ان نصل اليهم وان نعينهم في حمل لاوائهم والمرور بازماتهم وعونهم في حياتهم كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يؤذيك الله ابدا، انك لا تصب الحديث وتؤدي الامانه وتحمل الكرب وتعين على نوائب الحق. اذا طبقنا هذه الاداب مع تمسكنا بمنهجنا والدعوه الى الله وتركنا غيرنا يزاحم، ومن اراد ان يزاحم ويمكن ان يصاب بالضغط وارتفاع السكر وان يصاب بالغيبوبه فيدخل المستشفى، فمن باب دفع هذه المفسده لا باس ان يزاحم وان يعطي سلطانه لمن يزاحم. اذا الزم موقعك. هذا كلام انا ده شيء جديد. الكلام اللي بقوله ده كلام جديد ولا كلام الدعوه؟ لا
كل ده شيخ، بس احنا بنقول دلوقتي في ثغر الدعوه ناس قائمه عليه، وفي ثغر الحاجات الخدميه الاجتماعيه اللي حضرتك بتقولها عليها برضه في ناس قائمه عليها، واتفتح قدامنا ثغر اما الدستور يكون اسلامي يا اما او هيشتغل. انت ما تسيبش مكانك. كلام جميل، انا مش هسيب مكاني، بس اللي هيشتغل يبقى حرام عليه. انت ما تسيبش مكانك. اللي هيشتغل هيبقى بيريد دنيا وبيريد مال. انت لا تترك مكانك. انا مش هسيب مكانك. كده لما يكون الدستور، انت لا تترك مكانك. خلاص تكلم عن الاسلام اساس الاوضاع البلد. بتقول ايه؟ يعني ممكن يكون المجلس اسلامي. طبعا لما يبقى المجلس اسلامي. انت يا اخي قرات في التاريخ حاجه؟ انت الان بتتكلم هكذا؟ في هناك تجربة اسمها تجربة الجزائر. قرأنا تجربة الجزائر وتجربة قرأتها فين؟ قرأتها في مذكرات الدعوة اللي حضرتك كنت مع المشايخ فيها. كويس. هذه المذكرات كيف كتبت؟ يا دكتور انا ما قرأتش. انا دلوقتي لو عندي شبهة عقلية، نفترض ان واحد دلوقتي نصراني عنده شبهة عقلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش المفترض عليا والواجب عليا ان انا اوضح له ان الشبهة العقلية دي غلط نظرا لكذا ولا كذا وكذا وكذا، ولا اسيبه هقول له انت قرأت في سيرة النبي؟ هو عنده شبهة عقلية. أصلا انت يا اخي انت الان رجل مسلم وفي بيت الله عز وجل ورجل ملتحم، اجعل قياسك قياسا صحيحا. قل عندي شبهة في هذه المسألة وأريد أن تجيبني في هذه الشبهة. يبقى كده كلامك مظبوط. مسألة هل يمكن في مصر أن يكون مجلس إسلامي أو برلمان إسلامي يحكم بشرع الله؟ أنت متصور أن هذا الأمر أمر سهل المنال ويمكن أن يكون؟ متصور هذا الأمر؟ الله بفضل الله المجلس العسكري جيشنا مش جيش جزائر ولا جيشنا جيش مدير. لو سمحت، جيش الجزائر أفضل بكثير. كانت بتقول ده كلام أحد إخوان المشايخ، أنا اللي أعرفه جيدا. جيش الجزائر يدخل الناس فيه وهم ملتحون. نحن أي واحد يطلب من جيش لابد يحلق لحيته. اثنين، جيش الجزائر عند الصلوات تقف كل أعمال التدريبات وغيره. إحنا عندنا لو في تدريب وسبت تدريب الشمس صلي بتتكدر وتدور مكتب. معلش الجيش المصري يقول لك غير الجيش الجزائري. هو الجيش المصري ده جيش اسلامي والجيش الجزائري جايبينه من امريكا اللاتينيه؟ سبحان الله. انا اللي دل على كده يا شيخ يا اخواني التحرير. اللي في التحرير لو جيشنا جيش الجزائر كان في التحرير اوبيدي. مين قال لك الكلام ده؟ ايوه مش خالد قال لك الله. المساله ليست كما تظن، هناك ترتيبات اخرى وهناك قراءات فيما وراء الاحداث. يعني لا اختلاف في المصلحه والمفسده فقط. نعم. يبقى خلاف سائل في ميزان المصلحه والمفسده في ما في الجيش. لا يعني حضرتك دلوقتي بتقول ان الامر دوت لا يجوز في الوقت دوت لان هيترتب عليه مفاسد كذا وكذا وكذا، وفي مشايخ تانيين بيتكلموا في ميزان مصلحه، والمصلحه راجعها هنا مربوحه هنا، المفسده راجعها هنا راجعها مربوحه هنا، اصبح المساله خلاف سائل. يا اخي هل تجيز لنفسك أن تعمل في حزب أخوك فيه ويليام جيرجس؟ لا مش أخويا ولا حاجة. أحسنت، جزاك الله. أولاً حنا يدور عشان كده. هل يجوز لك شرعاً؟ هل يجوز لك شرعاً أن تعمل في حزب يرشح امرأة؟ واحد. أقول لحضرتك على حاجة. أول حاجة. أنت العظيم خير المجالس من تحت كلمته. تفضل. أول حاجة إن إحنا بنيجي نشوف أنا النصراني جه معايا دخل في الحزب. انا البرنامج بتاع الحزب اول بند عندي في البرنامج ان المرجعيه العليا هي للشريعه في كل الاجتهادات، الشريعه ضابطه لكل الاجتهادات سواء اقتصاديه او سياسيه او غيرها. جه واحد نصراني قال لي انا عايز اطبق الشريعه. الشوكاني عليه رحمه الله عقد بابا في نار الاوتار فقال باب التسبيح بالمسبح، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المذكر المسبح، وأتى بكلام بعض الناس من العلماء في التسبيح بالمسبح. ففي هذه الحالة نقول هذا كلام العلماء وقد قالوه واستدلوا به، فنعتبر ذلك حجة؟ لا، أنا بقول من أهل العلم أنكر العمل بهذا الحديث؟ يا إلهي يا إلهي. أقول لك يا أخي
انت يا اخي انت يا اخي اسمه ايه؟ انا اللي بتكلم، انا اللي بتكلم. الاخ تلميذي ويناقشني، ايه المشكله؟ تلميذي ويناقشني، حقه ان يتكلم وحقي ان اسمع له، هذا حقه وحقي ان اسمع له ولا احد يعترض. القاعده بتقول لا يجوز التأويل إلا إذا صح الحديث. إذا قبل أن تؤول الحديث أو أن تستنبط من الحديث لابد أن يكون الحديث صحيحا، وهذا منهج سلف. حتى أنه لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف إلا في فضائل الأعمال بثلاث شروط. فلما تقول لي مين من العلماء خالف ذلك، يبقى أنت تريد أن تراجع بعض المسالك في علم الحديث. فالحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام ولا يعمل به إلا في فضائل الأعمال بثلاث شروط. أتعلم ذلك؟ أتعلم ماذا؟ لا تعلم. جزاك الله خيرا. إذا لو رجعت هذه المسألة في تدريب الراوي مثلا، في الإرشاد، في علوم الحديث لابن الصلاح، ستجد هذه الضوابط، وعندها تعرف أنه لا يجوز لك أن ترتب حكما على حديث ضعيف، لا سيما في مسألة متعلقة بالأمة ومستقبل الأمة وهم الأمة وحركة الأمة. دي أولا. ثانيا، بارك الله فيك، عندما تتأمل هذا الكلام تجد أن صلح الحديبية هو الأصل أن تستدل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محى اسمه ومحى اسم الله الكريم. عندما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لو كنا لا نعرف الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما كان يعرفه قومه، فكتب بسم الله. فالاحتجاج بحديث الحديبية اولى من الاحتجاج بحديث الفضول، لان الخبر لا يصح في مسألة حديث الفضول. معنى يا حبيبي؟ ولكن انا ادعوك الى ان تقرأ كلام العلماء في صلح الحديبية. هل كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من الله ام اجتهادا منه؟ اقرا في هذه المساله ستجد ان العلماء قالوا ان هذا كان وحيا من الله. السياق يدل على ذلك والعلماء نصصوا على ذلك. وانا اهديك الى فتح الباري كي تقرا فيه هذه القصه بسياق اتم. نمره ثلاثه، لو ان النصراني اتى وقال انا معك في تطبيق شرع الله، أقبله؟ أن أهديك أيضا إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. اقرأ تفسير هذه الآية في تفسير ابن كثير. يقولون الضابط ألا تغير عن طريق الولاء والبراء وتتبين. كان الضابط ده اللي بيحط ضابط دي. من الطيب زاد معاك. يا سيدي بس اقرأ تفسير هذه الآية، مش هدي أين القرآن؟ أين القرآن؟ وربنا تعبد بها، اقراها واقرا تفسيرها في تفسير ابن كثير. يبقى اقرا البدايه والنهايه في صلح الحديبيه، واقرا تفسير ابن كثير في تفسير هذه الايه، واقرا ضوابط العمل بالحديث الضعيف عندئذ تتبين لك كثير من المسائل. ماشي يا حبيبي؟ ماشي واحد واحد. ماشي يا حبيبي؟ طيب ابن كثير مفاد الكلام ايه؟ انا مش هقول لك، انا بدعوك اقرا ذلك وأنت تعرف مكاني في المنصور. بعد ما تقرأ اتصل ابعت لي رسالة، أنا تلميذك بتاع الكرمس اللي نكفتك في الدرس، واخد بالك ازاي؟ عاوز أقابلك يا عم عشان أكمل النقاش معك. أنا الحمد لله عندي صدر واسع جدا وأتكلم معك، وإن شاء الله نقعد مع بعض، ومن يدري جايز أنت اللي تقدم دماغك، يبقى حاجة كويسة جدا إن شاء الله. أصلاً إحنا ما نشوفش ربنا يبارك فيك، اتفضل يا أخي. كمقلد انا مثلا مقلد، الاصل ان انا اقعد في بيتي ما ازعجش الاخوان. الاصل احنا نائب، النائب بتاعهم هو يا مدير لان هو طبعا نائب رئيس الحزب ربيع حبيب. انا في الاصل انا باخذ الفتوى كتقليد، ليس من انك المقلد معرفه الدليل. انت مقلد؟ اه كمقلد. طيب المقلد انت لا تناقش، اقول لك افعل قول لي حاضر. ماشي انا ما نشاركش؟ نعم. اقول لك اعمل كده قول لي حاضر، خش يمين حاضر، اطلع شمال حاضر، لو مقلد. نعم اتفضل. ابن
قلوب العباد بين فيهم وليل. حسنت. يعني ربما يكون شرطا. انت فين دلوقت؟ انت ضغطت كده ليه؟ انت جوزت؟ ربنا يهينك يا رب. اتفضل. يا رب الله وعد. فاحنا ليه ما نبقاش احنا المجلس هو اسلامي لعل الجيش يبقى الجيش اتفرق يعني هو انا ممكن في لحظه واحده كل حاجه تتصرف في مصر فليه احنا ما نساعدش من ناحيه المجلس لعل الجيش بتاعنا ما يموتناش ولا حاجه يعني احنا مش شايفين من الجيش احنا خايفين من ضياع الاسلام بين الامه دي اللي خايفين عليه ان انت حادث للمنهج فقط ما يجيبش أسماء كل المشايخ مجتهدون حريصون على الخير أكثر من حرصي عليه وكلنا متفقون على الخير دي مسألة يعني قبل أن نسافر الصومال أنا خاطر مع المشايخ كلهم وقاعدين قعدة كبيرة وقعدنا نخبط تخبيط كبير جدا وفي النهاية حضرنا وبسنا بعض وكل تمام ومعكم الآن نسلم عليكم معكم الآن الناس صاحب المهندس المهندس محمد كان معي في هذا المكان يعني إخواني لا تكونون أكثر ملكية من الملك ما تكونش أكثر ملكية من الملك يعني مع المشيخ نقعد نتقابل ونتكلم ونقعد نهادف بعض ولكن بنحب بعض نيجي بقى للصفوف بعد كده يجعلون منها يعني أنا أعتقد إن هذه مسألة مش مسألة خلاف سائر اللي يخش وملاحظته لا أعتقد المسألة دي مسألة حسم ومع الحسم وشدتي في هذا الموضوع إلا أني أحب إخواننا المشايخ وأتولاهم ولنجيز الأحد أن ينتقص منهم مسألة الأهوال والسلطان والدنيا يعلم الله أن إخوان المشايخ لم يكونوا على خاطري أبدا فأي مصاحب هذه المصالح أبداً لأن ليش تعمش يعني قبل ما أنتوا دولتوا كنا احنا صفار ومع بعض وصر مع بعض ولكن مع بعض إيش تعمش إله العالمين فلن أريد أن تحملوا الألفاظ أكثر مما تحتمل وقديماً قال أهل العلم أن لازم القول ليس لازم إلا إذا التزم به صاحبه أنا ما ذكرت أحد المشايخ أبدا لا مكانا ولا زمانا بل بالعكس أنا أتربى وأوليهم وأقول لهم بالخير وإذا كان من أمر أقول سامحهم الله عفى الله عنهم نحن ندعو الله تعالى أن يزيح هذا الطاغية ابن الطاغية فإن أباه قد باع الجولان بمليون دولار وأعلن عن سقوطها هي والمذكرة قبل أن تسقط 24 ساعة ولا ننسى مذابحه ضد المسلمين عندما دخل الجيش السوري حماه فذبح فيها أكثر من 40,000 ولا ننسى أن الجيش السوري هذا دخل لبنان فقضى على المسلمين السنة في طرابلس في لبنان ثم نزل بعد ذلك فضرب الفلسطينيين في المخيمات ومهد للمارونيين والكتابيين والرافضة من حزب الله لا ننسى هذا أبدا فنسأل الله تعالى أن يريح العباد والبلاد من هذا الطاغية وأن تكون نهايته كنهاية الطاغية الليبي اللهم آمين دلوقتي أمر واقع أهل السنة أو السلفيين نزلوا الانتخابات وفي إخوان نزلوا الانتخابات دلوقتي أمر واقع إحنا على أرض الواقع دلوقتي ما عادش ينفع فين الإخوان إحنا ندي صوتنا لمين أنا سأقول لك توضأ وصلي ركعتين في جوف الليل وقل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني وابكي، إذا لم تبكي إذا لم تصل. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موجود بيننا الآن، ممكن يفعل مصالح إيه؟ كان إيه ممكن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ممكن يعمل إيه؟ تخيل هذا الأمر. إذا صليت ودعيت وبكيت وتأملت هذا المعنى سترشد إن شاء الله. الأخ قال السؤال الأخير فلا أدري، نخلي كده الأخير بقى عشان نروح، عشان أخشى إن أنتوا في الطريق يعني يتم حتفنا في البحر. عسل لنا أخ حبيب، الله المستعان، رحمة الله تعالى على عرش، اللهم ارحمه ورحمته واسعة رب العالمين. تفضل. لا تفضل. هل هناك سؤال غير ما قاله الأخ؟ أنا سأجيبك في جملة صغيرة وبها الختام إن شاء الله. فارق بين وقوع البلاء واستدعاء البلاء، فارق بين هذا وهذا، فارق بين إن راجل بلطجي موجود في الحرب وأنا راجل ضعيف، راجل ضعيف، وحتى لو أنا ما شاء الله أدي العمود اقول له لو كنت ارى النار انت على اللي هنا وشوف اوريك، هو هيجيلك يديك بوكس واحد يقلبك على ظهرك. يبقى لو مسكت منافق، مين السبب؟ مين السبب؟ انت. لكن لو انك عابر سبيل تحمل الخير للناس وتوزع عليهم السقيا وتحمل مرضاهم ومجتهد في عمل الخير فسطى عليك وضربك، دي زي دي ولا دي غير دي؟ تأمل هذا المثال جيدا، تأمله جيدا ثم تعرف الإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.